واحد من النجوم المصريين اللي بالتحقيق بالتاكيد رفعت راس مصر قدام العالم كله، فالف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. جندي يعني كلمني بقى على وجودك هنا في مدينه العالمين، واكيد استمتاع خاص مختلف مدينه العالمين يعني اللي تحولت من حقل الغام للمنشات والشكل اللي احنا شايفينه النهارده، فاوصف لنا بقى وجودك في العالم الجديد. والله دي حقيقة، يعني انا بقالي اسبوع هنا في العلمين، يمكن ما قضيتش في حياتي خالص ان انا اقعد اكتر من يومين اصلا في الساحل، بس الاسبوع ده حقيقي اتبسطت. يعني زي ما قلنا الاسبوع اللي فات في المؤتمر بتاع مهرجان العلمين، ان بقت في حياه في الساحل، بقت في حياه في العلمين، يعني مدينه العلمين الجديده بقت فيها ايفنتس كتيره، بقت فيها حاجات كتيره بتتعمل في الصيف، وبقت حتى فيها حياه في الشتاء حتى، يعني بقت في جامعات، بقى في ناس ساكنين هنا في العلمين. فطبعا مدينه زي دي تخلينا احنا فخورين بالتطوير ده، وان الناس من انحاء العالم بيبصوا على مصر بالشكل ده، فدي حاجه طبعا مبهره وتخلينا احنا دايما فخورين بالتطور ده. يعني شايف ازاي ردود فعل الناس معاك في الشارع؟ اعتقد يعني ان الفتره اللي فاتت لا حديث الا عن احمد الجندي بالتاكيد وما قدمته في الاولمبياد، اعتقد ده شيء بيفرحك، ولكن بتكون مسؤوليه على عاتقك كبيره جدا في الفترات القادمه بالتاكيد، وعايز تعمل طموحات اكبر وعايز تستمر على هذه النجاحات، ولكن حب الناس بيكون مختلف. اوصفوا لي الفتره دي معاك عامله. لا يعني انا الحمد لله، يعني حب الناس انا شيء انا اتشرف بيه جدا، شيء انا فخور بيه طبعا، يعني الحمد لله عليه. ومن زمان، مش حتى مش من ساعه الميداليه بس، لكن من زمان الحمد لله، من ساعه اولمبياد الشباب ومن اولمبياد طوكيو وبعد كده اولمبياد باريس، فالحمد لله يعني كان انا كنت فخور ومبسوط بالتشجيع اللي بيشجعه لنا المصريين. وفي خلال الاولمبياد ومن ساعه الافتتاح، لما انا وكنت انا والبطله ساره سمير كنا في شاهدين العالم حفل الافتتاح، مرورا بقى بالاسبوعين اللي كانوا لحد البطوله وخلال البطوله الثلاث ايام بتوع البطوله، فانا مبسوط جدا من ده، وكنا متحمسين جدا للاولمبياد عشان نفرح المصريين، والحمد لله قدرنا نفرحهم بثلاث ميداليات. يمكن في بعض اللاعبين كان متوقع منهم ميداليه، بس للاسف يعني لم يعني يحالفهم التوفيق، بس يعني عملوا اللي عليهم، ودايما نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن المصريين ان شاء الله. الطموحات الجايه عامله ازاي واحلامك عامله ازاي؟ يمكن الحمد لله احنا حققنا فعلا الاهداف اللي احنا كنا حاطينها من ساعه اولمبياد طوكيو لحد اولمبياد باريس. الاهداف المره دي مختلفه شويه بسبب تغيير اللعبه، عندنا لعبه الفروسيه اتشالت، في لعبه جديده اللي هي لعبه المنع دخلت بدل الفروسيه، لعبه جديده يعني احنا الجهاز الفني والمدربين قرروا ان احنا السنه اللي جايه هنبقى مش قصه ان احنا مش هنشارك في بطولات، بس على يعني غالبا بنشارك على اخر بطوله بس في السيزون، عشان نكون اتقننا اللعبه الجديده ونكون خدنا فيها الوقت الكافي ان احنا نكون كويسين فيها وننزل على طول، ما نبقاش مجرد مشاركه بس، كمان نكسب فيها.